أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأبرار المقربين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار، ونعوذ بك اللهم من السلاطة والهدر، ونعوذ بك من العي والحسر، ونعوذ بك من التكلف لما لا نحسن، ونعوذ بك من العجب بما نحسن، إنك أنت الولي المحسن، يا نعم المولى ونعم النصير. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وكن بنا وبالمؤمنين رؤوفا رحيما. وبعد، فما زلنا في موضوع الجناس، حيث كنا تكلمنا في الأسبوع الماضي على بعض أنواعه، وبقي أنواع أخرى لأنه أطول موضوعات البديع. موضوع الجناس هو أطول موضوع في علم البديع، ولذلك بعض البلاغيين خصه بمؤلف خاص، كما فعل الصلاح الصفدي في كتابه جنى الجناس. جنى الجناس، وهو يعني يتناول أنواع الجناس وشواهده بالتفصيل، فقد خص هذا الكتاب بموضوع الجناس فقط، لأنه موضوع طويل وله يعني تشعبات ومصطلحات عند البلاغيين على حسب فنونه وأنواعه المختلفة في الكلام. وقفنا في الأسبوع الماضي عند قول المصنف رحمه الله، أو الشارح رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين، وأما الجناس الناقص، وأما الناقص فهو أربعة أنواع، لأن الاختلاف إما في النوع ولا يجوز في أكثر من حرف، فإن تقارب الحرفان مخرجا يسمى مضارعا، نحو ليل دامس وطريق طامس، ونحو وهم ينهون عنه وينأون عنه، ونحو الخيل معقود بنواصيها الخير، وإلا لاحقا نحو ويل لكل همزة لمزة، ونحو إنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد، ونحو وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. نقرأ شرحا هذه العبارات التي جاءت في المد. قال الشارح رحمه الله: وأما الجناس الناقص الغير التام، ذكرت في الأسبوع الماضي أن الناقص اختصوه بما اختلف فيه اللفظتان في العدد، لكن الشارح هنا رحمه الله أطلق يعني كلمة الناقص أو مصطلح الناقص على كل جناس غير تام، وهذا خلاف المشهور عند البلاغيين، لأن المشهور عند البلاغيين الغير التام يعني الجناس غير التام هو ما اختلف فيه اللفظتان في نوع الحروف أو عددها أو
هيئاتها أو ترتيبها، فكل هذا يطلق عليه غير تام، لكن الناقص اختصوه بما اختلف فيه اللفظتان في عدد الحروف فقط، بأن زادت إحدى اللفظتين على الأخرى في عدد الحروف، هذا هو اللي سموه بالناقص، لأن إحدى الكلمتين أنقص من الأخرى في عدد حروفها، فالذي اختلفت فيه الكلمتان في نوع الحروف هو الذي يصطلح على تسميته بالجناس الناقص. لا بد أن تنتبه إلى هذا حتى لا تختلط عليك المصطلحات، لأن في الجناس اصطلاحات كثيرة، لأن له أنواعا كثيرة. طيب، قال الغير التام فهو أربعة أنواع، لأن الاختلاف المعهود فيما سبق، يعني الألف واللام في الاختلاف هي لام العهد، الألف واللام هنا للعهد، ولذلك قال المعهود، إشارة إلى أن ال هنا للعهد، أي الاختلاف في أحد الأمور الأربعة التي يجب أن تتوفر في الجناس التام. قرأنا في الأسبوع الماضي أن الجناس التام ما اتفق فيه اللفظتان في نوع الحروف وفي عددها وفي هيئتها وفي ترتيبها، فلو اختلف في شيء من هذه الأربعة، لو اختلفت الكلمتان في أمر من هذه الأمور الأربعة، اعتبر هذا الجناس غير تام. قال المعهود فيما سبق، يعني الاختلاف في أحد الأمور الأربعة السابقة، واللام لتعليل الحكم بالأربعية، اللام لتعليل الحكم بالأربعية، اللام يعني في قوله لأن، اللام في قوله لأن، هذا تعليل لماذا؟ تعليل لقوله أربعة أنواع، ذكر أن غير التام أربعة أنواع، فاللام هنا لتعليل الحكم بكونه يعني بالأربعية، لأن الاختلاف بكونه بالأربعية يعني بكونه أربعة أنواع، غير التام على أربعة أنواع، لأن الاختلاف إما أن يكون في النوع، هذا هو التعليل، إما في النوع أي نوع الحروف، وعندنا 28 حرفا أو 29 أو 29 على يعني على قولين، فكل واحد من هذه 29 يعتبر نوعا، الجيم نوع، والحاء نوع، والخاء نوع، والميم نوع، واللام نوع، والنون نوع، والراء نوع، والزاي نوع، كل حرف يعتبر نوعا، فلو اختلفت الكلمتان في نوع الحروف، قال ولا يجوز الاختلاف النوعي في أكثر من حرف واحد، لا يجوز أن تختلف أنواع الحروف في الكلمتين في أكثر من حرف واحد. لماذا؟ قال لخروجها بالاختلاف في الأكثر، يعني في أكثر من حرف، من المتجانس، يعني لأنها تخرج من التشابه الذي يكون بين حروف الكلمتين إذا وقع الاختلاف في أكثر من حرف، فلا يكون بينهما تجانس، لأن التجانس ينبغي أن يكون في أكثر الحروف، يسمح بحرف واحد يختلف في النوع فقط، لكن إذا اختلف أكثر من حرف، نحن عندنا الأسماء أكثرها مبني على ثلاثة أحرف، وكذا الأفعال، فلو اختلف في حرفين وبقي حرف، إذن يكون أكثر الكلمة مختلف، ولم يبقى إلا حرف واحد، وهذا لا يقع به تجانس بين كلمتين، لأن أكثر الكلمات
ممكن تكون متفقة في حرف واحد، مثل نكل ونصر، ضرب وفرق، ويستطيع كل شخص أن يأتي بكلمتين فيهما حرفان، في كل منهما حرفان مختلفان من نوعين، يعني من نوع من النوع المختلف. هذا سهل جدا، فلا يكون تجانسا، هذا لا يقع تجانس بهذه الطريقة، لأن التجانس ينبغي أن يكون بين الكلمتين تشابه في أكثر الحروف. لو وقع اختلاف في حرف واحد في كل من الكلمتين جاز ذلك، أما لو وقع في أكثر من حرف فهذا لا يعد تجانسا، لا يعد جناسا. لماذا؟ لأنه صار بعيدا عن التشابه، يعني صار بين الكلمتين بعد في الشبه، فلا يعتبر. كيف يعتبر تجانسا وبينهما بعد في تشابه في تقارب في الحروف أو تشابه اللفظين يعني؟ فيخرجهما ذلك عن التجانس. إن وقع أكثر من حرف كما ذكر عندك في الهامش رقم 5، أن الاختلاف بين الكلمتين إذا وقع في أكثر من حرف في كل منهما يخرجهما عن التجانس لقلة التشابه بينهما، كما في نحو نكل ونصر مثلا، لا يتشابهان إلا في حرف واحد النون. ويستطيع كل شخص أن يأتي بكلمتين من هذا القبيل، يعني يكون فيهما حرف في كل منهما حرف واحد يشبه الحرف الذي في الكلمة الأخرى وتختلف في أكثر الحروف، ولا يصح أن يكون هذا جناسا. طيب، قال: ولا يجوز الاختلاف النوعي في أكثر من حرف واحد لخروجها بالاختلاف في الأكثر من المتجانس، فإن تقارب الحرفان اللذان اختلفا، يعني اختلف في نوعهما، إن تقارب مخرجا، قال مخرجا هنا إعرابه تمييز عن نسبة التقارب، فهو يعني مخرجا هنا تمييز عن نسبة، نسبة ماذا؟ نسبة التقارب بين الحرفين، يعني تقارب في المخرج، تقارب في أي شيء؟ في المخرج. إذا تقارب الحرفان المختلفان نوعا في المخرج سمي هذا التجنيس ماذا؟ مضارعا. قال: يسمى التجنيس مضارعا. لماذا؟ لمضارعته التامة، أي لمشابهته به. المضارعة معناها المشابهة. طيب، لمشابهته التام، نعم جناس التام، لأنه قريب منه، حيث كان الاختلاف بين اللفظين في حرف واحد فكأنه يعني تام، قريب من التام، يشابه التام. قال: لمشابهته به بسبب التقارب، وهذا الحرف أيضا متقارب المخرج مع الحرف الذي في الكلمة الأخرى، ليس يعني بعيد المخرج منه، فكأنه مثل الجناس التام، لأن حتى الحرف المختلف متقارب في المخرج مع مقابله من الكلمة الأخرى. قال: والحرفان المتقاربان إما في الأول نحو ليل دامس أي مظلم، وطريق طامس أي مندرس منمحن. طامس هذا مأخوذ من الطمس، وطمس العلامات يعني محوها وإزالتها. يعني أن هذا الطريق قد طمست علاماته وانمحت فلا يهتدى فيه إلى المراد. طريق طامس، طامس أي مطموس العلامات من الطمس، وهو المحو والإزالة، من الطمس وهو المحو والإزالة.
يعني أنه لا يهتدى فيه إلى المراد، مطموس العلامات لا يهتدى فيه إلى المراد، يعني إلى الجهة المرادة. تلاحظ هنا أن الخلاف بين دامس وطامس في الحرف الأول من الكلمتين، من كل من الكلمتين، في دامس الدال وفي طامس الطاء، والدال والطاء متقاربان في المخرج. لماذا؟ لأن مخرج الدال ومخرج الطاء من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، يعني مع أصول الأسنان العليا من طرف اللسان. قال هنا مخرج الطاء والدال طرف اللسان وأصول الثنايا، فلما تشابه مخرجا سمي الجناس هنا مضارعا، لما تقارب مخرجا، يعني لما تقارب مخرجا سمي الجناس بين اللفظين مضارعا. قال الشارح: ومن الأمثال السائرة قولهم ليل دامس واد مسوس، هكذا وجدت هذه الكلمة في المخطوط، واد مسوس. لكن يعني حتى المعلق الذي كتب مرصاد الهادي، وهو تعليق كتبه على الهوادي وهو مخطوط أيضا آخر، ذكر هذه اللفظة واد مسوس، وقال كما عند كما يعني ذكر عندك في الهامش، هامش رقم واحد، قال صاحب مرصاد الهادي قوله ليل دامس واد مسوس كذا وجدنا النسخ مضبوطة بالواو الممدودة بالألف، يعني في قوله واد ومسوس على أنه فعول من المس، ربما كان يعني من مشتق من مس الجن أو مس الشيطان، لأن الوديان التي كانوا يمرون بها في أسفارهم في الصحراء، يعني كانوا يعتبرونها أحيانا مسكونة بالجن. لكن صاحب مرصاد الهادي لم يقل هذا، هذا يعني الكلام هو احتمال احتملته، يعني احتمله الفقيه، لكن الله أعلم هل هذا الاحتمال صحيح أو لا. يعني لم يقل به، لم أقرأه لأحد علق على هذا الكلام، الله أعلم. لكن صاحب مرصاد الهادي قال مسوس على أنه فعول من المس، وهذا هو الذي دعاني إلى يعني احتمال هذا المعنى الذي ذكرته. قال ولكن لم نجده في كتب اللغة الموجودة عندنا، بل قال في الصحاح ليل دامس وأدموس، أي مظلم، وربما كان أدموس حرفت إلى واد مسوس كما يعني كتبت في المخطوط، والله أعلم. وأدموس بمعنى دامس أيضا، يعني مظلم، دامس وأدموس كلاهما بمعنى مظلم. قال في الصحاح ليل دامس وأدموس أي مظلم بواو العطف، يعني في عبارة صاحب الصحاح قال ليل دامس وأدموس بواو العطف على أن يكون أدموس أفعولا من الدمس، فدامس وأدموس بمعنى مظلم. طيب، هذا مثال لما اختلف فيه الحرفان المتقاربان في المخرج، لما اختلفت فيه الكلمتان في حرفين متقاربين في المخرج من أول كل منهما. طيب لو كان في الوسط، أيضا يسمى مضارعا إن كان الحرفان متقاربين في المخرج، إن كان الحرفان متقاربين
في المخرج. قال وإما في الوسط نحو قوله تعالى وهم أي الذين كفروا ينهون عنه وينأون عنه، وهم ينهون عنه وينأون عنه، الآية في سورة الأنعام. قال الشارح وهم أي الذين كفروا ينهون الناس عنه أي عن القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو الإيمان به، وينأون أي يبعدون عنه بأنفسهم. تلاحظ هنا الجناس بين ينهون وينأون، والاختلاف بينهما في حرف واحد في الوسط في نوع هذا الحرف، لكن الحرف في ينهون الهاء وفي ينأون الهمزة وهما متقاربان مخرجا لأنهما من أحرف الحلق، حلقيان، لأنهما حلقيان. قال مخرج الهمزة والهاء أقصى الحلق كل منهما، فلذا اعتبر هذا أيضا من الجناس المضارع. وإما في الآخر يعني إما أن يكون الحرفان المتقاربان مخرجا في آخر الكلمة نحو قول النبي عليه الصلاة والسلام الخيل معقود بنواصيها الخير، معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. واضح أن الجناس هنا بين الخيل والخير، واختلف في الحرف الأخير لأن الأول باللام والثاني بالراء، وهما متقاربان مخرجا أيضا لأن اللام والراء من اللسان من طرف اللسان مع الحنك. طيب قال الخيل يطلق على الفرسان وعلى الخيول، يطلق على الفرسان كيف؟ بدليل ما جاء من قولهم يا خيل الله اركبي، بدليل ما جاء من قولهم يا خيل الله اركبي. والخيل تركب، أو لو كان المراد بالخيل الحقيقي يعني الخيول الحقيقية، هل هي تركب ولا تركب؟ هي تركب. إذن قولهم يا خيل الله اركبي المراد به الفرسان، المراد به الفرسان، يعني تأهبوا للمعركة واستعدوا بإعداد العدة للقتال يا خيل الله اركبي. فإذا قد يطلق الخيل على الفرسان مجازا، وهنا يكون من قبيل المجاز المرسل الذي علاقته ماذا؟ المجاورة، لأن الفارس يجاور الفرس بركوبه عليه، يجاور الفرس بل ويلاصقه أيضا بركوبه عليه. وعلى الخيول هذا حقيقة، إذا أطلق الخيل على الخيول هذا حقيقة ليس فيه مجاز. والمراد هنا الثاني يعني الخيول الحقيقية الأفراس، خيل معقول بنواصيها الخيل أو الأحصنة جمع الحصان. والمراد هنا الثاني، النواصي جمع ناصية وهي الجبهة، وتطلق الناصية على مقدم شعر الفرس، مقدم رأس الفرس وفيه بعض الشعر فيطلق عليه ناصية. مخرج اللام مما دون طرف اللسان إلى منتهى وما فوق ذلك، يعني ما قبل طرف اللسان
مقدم اللسان يعني. مما دون طرف اللسان هو مقدم اللسان إلى منتهاه، أي إلى طرفه، وما فوق ذلك يعني من الحنك، يعني وما يقابله من الحنك الأعلى. فهذا مخرج اللام، ومخرج الراء قريب منه لأنه منهما وما يليهما، يعني من اللسان وما يليه من الحنك الأعلى أيضا، مع كون الراء حرف فيه تكرر وتردد عند النطق به. ودائما إذا أردت أن تعرف مخرج حرف تسكن هذا الحرف وتأتي بحرف متحرك قبله، فيمكن أن تنطق بهمزة مكسورة مثلا قبل الحرف الذي تريد أن تعرف مخرجه وتسكن هذا الحرف، فتقول مثلا إل وإر، وتكرر هذا حتى تعرف مخرج كل حرف، إل إر، لتعرف مخرج اللام ومخرج الراء. فهما متقاربان مخرجا، خيل اللام والراء. فهذا أيضا من قبيل ماذا؟ الجناس المضارع. أعاد لفظة نحو في الأخيرين، يعني عند التمثيل بما وقع فيه الحرفان في وسط الكلمتين، في وسط كل من الكلمتين أو في آخرهما، إشارة إلى أن كل منهما مثال لنوع آخر، يعني من حيث وقوع الحرف المختلف في الوسط أو في الآخر، لكن الجميع ذلك لا يخرج عن كونه مضارعا، لكن جميع ذلك لا يخرج عن كونه من الجناس المضارع. طيب، وإلا أي وإن لم يتقاربا، أي الحرفان المختلفان نوعا في الكلمتين، إن لم يتقاربا مخرجا يسمى الجناس لاحقا للحوقه بالتام، يعني هو ليس مضارعا للتام، ليس مشابها للتام، ولكنه ملحق به، والملحق ليس كالمشابه. يعني هو أبعد شبها، أبعد شبها لماذا؟ لعدم تقارب مخرج الحرفين المختلفين، لأن يعني سمي لاحقا كأن أحد اللفظين ألحق بالآخر في الجناس باعتبار جل الحروف، يعني معظم الحروف، باعتبار أن معظم الحروف يعني متماثلة، إلا هذا الحرف في كل من الكلمتين وهو بعيد مخرجا مما يقابله في الكلمة الأخرى، فسمي لاحقا كأنه ألحق بالآخر باعتبار، يعني ألحق بالآخر في الجناس باعتبار جل الحروف، أي معظم الحروف. قال فهما أيضا يعني الحرفين إما في الأول، في أول يعني في أول كل كلمة من الكلمتين، نحو قوله تعالى ويل لكل همزة لمزة، واضح أن الاختلاف بين همزة ولمزة في الحرف الأول، فالأولى بالهاء والثانية باللام، فهذا اصطلحوا على تسميته جناسا لاحقا، جناسا لاحقا. لماذا؟ لأن الهاء مخرجها بعيد من اللام، مخرج الهاء من الحلق، ومخرج اللام من مقدم اللسان كما سبق. طيب، فسر المؤلف رحمه الله هذه الآية وبين بعض ما يتعلق بإعراب ألفاظها، فقال الويل كلمة عذاب، يقال ويل لزيد وويلا له بالرفع على الابتداء والنصب بإضمار الفعل،
يعني على أنه مفعول لفعل محذوف. وأما إذا أضيف فليس إلا النصب، يعني إذا أضيف الويل إلى الاسم الذي يعني يراد الدعاء عليه فيجب نصب الويل. تقول مثلا ويل زيد، ويل زيد، ويل عمري، وهكذا. فليس إلا النصب يعني حكمه وجوب النصب على تقدير فعل محذوف، وكون هذا الويل المضاف مفعولا للفعل المقدم. يعني تقديره مثلا أدعو ويلا بزيد، قياسا على قول الله سبحانه وتعالى: لا تدعو اليوم ثبورا واحدا وادعو ثبورا كثيرا، في سورة الفرقان. فأدعو ويلا يعني أدعو بعذاب لفلان مثلا. ثم قال: الهمز الكسر، واللمز الطعن. فشاع يعني الهمز واللمز شاع في الكسر من أعراض الناس والطعن فيهم. شاع استعمال الهمز واللمز في الكسر من أعراض الناس يعني النيل منها، فجعل النيل يعني من الأعراض كسرا وطعنا. فشاع في الكسر من أعراض الناس يعني بالعيب عليهم والتنقيص لهم، يعني إذا عاب شخص على شخص وانتقصه ها فيعتبر هذا همزا ولمزا، وتناول عرضه بالسب والشد والإزراء به، فهذا يعتبر كسرا من عرضه وطعنا فيه. فشاع أي الهمز واللمز في الكسر من أعراض الناس والطعن فيه. وبناء فعلة يعني وزن فعلة الذي جاء عليه همزة ولمزة بضم الفاء وفتح العين من صيغ المبالغة في الفاعل، من صيغ المبالغة في الفاعل، يعني يدل على كثرة حدوث هذا الفعل من الهامز أو من اللامز، ويدل على أنه متعود على هذا، فيدل على هذا الوزن وزن فعلة يدل على اللزوم والاعتياد، يدل على اللزوم والاعتياد على هذا التصرف أو هذا الفعل. قال: فلا يقال ضحك ولعن إلا للمكثر المتعود، يعني المكثر من الضحك والمتعود عليه، أو المكثر من اللعن والتعود عليه، أو يعني المكثر من اللعن المتعود عليه، هذا هو الذي يقال له ضحك أو لعنة، يعني للزومه لهذا الفعل واعتياده عليه. قال: وقد سمعت مخرجي الهاء واللام فلا تقارب بينهم، يعني في همزة ولمزة، ومن ثم يسمى جناسا لاحقا. طيب: وإما في الوسط، يعني إما أن يقع الحرف المختلف والبعيد مخرجا من مقابله في وسط الكلمة، نحو قوله تعالى: وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد، بين شهيد وشديد. قال الشارح: أي أن الإنسان على ذلك، أي إن الإنسان على ذلك الكنود لشهيد. والكنود في اللغة هو الجحود،
يعني جحود النعمة. الكنود في اللغة بمعنى الجحود، أي جحود النعمة لظهور أثر الكنود عليه، أو إن الله تعالى على كنوده لشهيد. يعني الضمير في إنه بناء على هذا الكلام إما أن يعود إلى الإنسان وإما أن يعود إلى الله عز وجل. فإن عاد إلى الإنسان فالمعنى أنه يشهد بأنه كنود، هو نفسه الإنسان الكنود يشهد على نفسه بأنه كنود. وإن عاد على الله جل جلاله فيعني يكون المعنى والله أعلم أن الله تعالى على كنوده لشهيد على هذا الكنود وهذا الجحود. وإنه لحب الخير لشديد، أي وإن الإنسان لحب المال لبخيل، يعني شديد الحرص على المال والتقتير له، كما قال سبحانه وتعالى في آية أخرى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. وكان الإنسان قتورا من التقتير. وإن الإنسان أي وإن الإنسان لحب المال لبخيل، أو إنه لحب المال لقوي، يعني يحب المال حبا جما. كتبت كلمتان المال لقوي هنا كأنهما كلمة واحدة، وهذا خطأ. المال كلمة منفصلة، فصحح هذا الخطأ مطبوعي. حب المال كلمة، لقوي كلمة أخرى. وللعبادة لضعيف، كأنه إذا أحب المال شغله المال عن العبادة أحيانا، أو عن بعض العبادة، إن لم يكن عن كل العبادة فإنه يشغله عن بعض العبادات أو يقصر في بعض العبادات. ها؟ ما دام هو مشغولا به بحب المال والحرص عليه. ولذلك يعني ربنا سبحانه وتعالى حذر في آية أخرى، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا وأولادكم عن ذكر الله. فأحيانا قد يلهي المال والعياذ بالله عن ذكر الله، أو الولد أو الأولاد. وإنه لحب المال لقوي وللعبادة لضعيف، قد علمت مخرجي الهاء والدال فلا قرب بينهما. قد علمت مخرجي الهاء والدال، يعني الهاء في شهيد والدال في شديد، فلا قرب بينهما. طبعا لأن الهاء من الحلق والدال من طرف اللسان. طيب، فإذا هذا داخل في جناس اللحاق. وإما في الآخر، يعني قد يكون الحرف المختلف مخرجا عن مقابله، أو البعيد مخرجا عن مخرج مقابله من الكلمة الأخرى في آخر الكلمة، نحو قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. قبل أن نقرأ شرحه على هذه الآية، الآية السابقة إنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد، جاء في شروح التلخيص التمثيل بآية أخرى لما كان فيه الحرف المختلف في الوسط وهو بعيد المخرجة، حيث جاء التمثيل هناك بقوله عز وجل:
ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون لأن تفرحون بالفاء وتمرحون بالميم ف يعني مثل به للجناس اللاحق لكن التمثيل بما ذكره الشارح هنا أولى وأحسن لماذا؟ لأن تفرحون وتمرحون الفاء والميم متقاربان مخرجا لأنهما شفويان الفاء والميم متقاربان مخرجا لكونهما شفويين يعني من حروف الشفا وإن كانت الفاء يعني تخرج من الأسنان العليا مع الشفة السفلى الثنايا العليا مع الشفة السفلى والميم مما بين الشفتين معا لكن على كل حال هما شفويان فهما متقاربان مخرجا ولذلك يعني قالوا التمثيل به إنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أولى من التمثيل بقوله عز وجل ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون لأن الفاء والميم متقاربان مخرجا لأنهما شفويان قال وإما في الآخر نحو قوله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به واضح أن الجناس بين أمر وأمن بين أمر وأمن الاختلاف بينهما لأن الأول بالراء والثاني بالنون قال أي إذا جاء ضعفك المسلمين أمر إذا جاء ضعفة المسلمين يعني الضعفاء من المسلمين أمر مما يوجب الأمن أو الخوف أفشوه أذاعوه أي أفشوه يعني نشروا الخبر نشروا الخبر كان قوم من ضعفتهم إذا بلغهم خبر عن سرايا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وسرايا جمع سرية وهي الجماعة من المقاتلين يرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخرج معه تسمى سرية لكن إن خرج صلى الله عليه وسلم مع الجيش سميت غزوة وهذا هو الفرق بين الغزوة والسرية وجمع سرية سرايا كان قوم من ضعفتهم كما قال هنا الشارح رحمه الله كان قوم من ضعفتهم إذا بلغهم خبر عن سرايا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أو أخبرهم الرسول عليه الصلاة والسلام بما أوحي إليه من وعد بالظفر أو تخويف من الكفرة أذاعوا به لعدم حزمهم يعني تكلموا بين الناس ونشروا الخبر وأفشوه فكانت إذاعتهم مفسدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحب هذا يعني لم يكن يحب إذا أراد الخروج إلى غزوة أو إلى أو أمر سرية أن تخرج لم يكن يحب يعني إذاعة هذا الخبر بين الناس لأن هذا ربما يؤدي إلى يعني يؤدي إلى أمر غير مرغوب فيه من العدو كأن يستعد العدو إذا وصله الخبر مثلا أو أن يتهيأ إذا عرف طريق السرية أو طريق الغزو فهذا ليس من الحزم في القتال قال أذاعوا به لعدم حزمهم فكانت إذاعتهم مفسدة
فنهوا عن الإذاعة من غير رد إلى رسول الله. الإذاعة يعني نشر الخبر، يعني من غير رد إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وإلى أولي الأمر. هذا يعني تفسير للآية، لكن محل الشاهد أين؟ هنا قال مخرج الراء قد مر، أي أن مخرج الراء من اللسان مع الحنك، مع ما في الراء من التكرر والتردد، ر كده. إذا أردت أن تعرف المخرج، هات همزة مكسورة قبل الراء تعرف، تقول إيه؟ ر مثلا. ستجد أن الراء يعني اللسان يتردد في نطق الراء، لكنه يعني لكنه لابد من أن يعني في تردده أن يلتصق بالحنك الأعلى، يلتصق بالإيه؟ بالحنك الأعلى، أو بعض أجزاء اللسان وهي تتردد تمس الحنك الأعلى كده. مخرج الراء قد مر، ومخرج النون مما يلي ما دون طرف اللسان وما فوق ما دون طرفه، يعني من الحنك، من الحنك الأعلى. ما دون طرف اللسان يعني مقدم اللسان، وهو ما بعد الطرف مباشرة. وما فوق ما دون الطرف يعني ما يقابله من الحنك الأعلى، هذا هو مخرج النون. أنت تجد نفسك عند نطق النون يلتصق مقدم اللسان بجزء من الحنك الأعلى، يعني بما يقابله من الحنك الأعلى. جرب أن تأتي بحرف مكسور قبل النون وأنت تعرف هذا، تقول مثلا إن إن أو إن، ستجد مقدم اللسان يذهب إلى أعلى الحنك، إن إن أو مع خروج الغنة من الخيشوم. فإن أو يعني اللسان، قدم اللسان ما بعد طرف اللسان مع ما فوقه من الحنك، وما فوق ما دون طرفه ما يليهما، فيكون مخرجها متأخرا عن مخرج اللام، عن مخرج الراء متواليا، فظهر أنهما متقاربان كاللام والراء. هذا الشاهد أيضا من القرآن قد جاء في التلخيص وفي شروحه، لكن اعترض عليه بأن الراء والنون متقاربان أيضا ليس متباعدين. لماذا؟ لأن الراء من اللسان مع جزء من الحنك، والنون من اللسان مع جزء من الحنك أيضا، ها؟ لكن يعني فرق بينهما ضئيل، الفرق بينهما ضئيل جدا، لكنهما متقاربان إيه؟ مخرجا. وقالوا الراء والنون من حروف الذلاقة، من حروف الذلاقة، حروف الذلاقة التي جمعت في قولهم مر بنفل، مر بنفل، مر بنفل. كم حرف؟ 6 أحرف. هذه تسمى حروف الذلاقة، لأن اللسان يذلق فيها. مر بنفلنا، الراء والنون جميعا من حروف الذلاقة، فهما متقاربان مخرجا. ولذا اعترض على الاستشهاد بهذه الآية للمتباعدين مخرجا حتى يندرج في الجناس اللاحق. فالأولى قال المصنف هنا، قال الشارح هنا رحمه الله، فظهر أنهما متقاربان، متقاربان كاللام والراء. فالأولى في التمثيل أن يقال نحو نجوت من الغرق في بحر الغرب، نجوت من الغرق في بحر الغرب، القاف في الغرق والباء في الغرب
متباعدان مخرجا. فهذا وهما في آخر الكلمتين، يعني في كل منهما في آخر كلمة، فيصح أن يستشهد به لهذا النوع. قال: وإنما أعاد لفظة نحو في الأخيرين لما مر في إعادتها في أخيري المتقاربين، يعني للإشارة إلى أنهما، إلى أن كل منهما مثال لنوع آخر. مثال لنوع الآخر من حيث أن الحرف وقع في وسط الكلمة أو في آخرها، من حيث أن الحرف المختلف وقع في وسط الكلمة أو في آخرها، ولكن هذا يعني لا يدل على أنه نوع آخر مصطلح عليه باصطلاح آخر، لا، يعني جميع ما وقع فيه الاختلاف هنا في الوسط أو في الآخر أو في الأول كله داخل تحت مصطلح الجناس اللاحق. ثم قال: وإما في العدد، نقرأ المد أولا. وإما في العدد إما بحرف نحو: والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، ونحو: جدي جهدي، ونحو: يمدون من أيد عواص عواصم، يصول بأسياف قواض قواضب، وذا مطرف. أو بأكثر نحو: إن البكاء هو الشفاء من الجوى بين الجوانح، وذا مذيل. وقد خص هذا النوع باسم ناقص. طيب، نقرأ الشرح. قال: وإما في العدد فقط، يعني اختلاف الكلمتين في عدد حروفهما بأن تزيد إحدى الكلمتين على الأخرى في حروفها، بشرط أن تتفق بقية الحروف في النوع وفي الترتيب وفي الهيئة، لأن الاختلاف هنا يجب أن يكون في العدد فقط مع الاتفاق في بقية الأمور الأخرى، اللي هو إيه؟ الاتفاق في نوع الحروف المتقابلة يعني، وترتيبها وهيئتها. طيب، قال: حتى لو حذف الزائد لكان الباقي بحاله تجنيسا تاما. لو حذف الزائد، الحرف الزائد، كما رأيت مثلا في البيت: عواص عواصم، لو حذفت الميم من عواصم يكون هو نفسه عواصم، نفس الشيء، حتى نفس الضبط بالشكل ونفس ترتيب الحروف وأنواع الحروف. وكذلك قواض قواضب، لو حذفت الحرف الزائد الذي في قواضب وهو الباء، بقية الكلمة ستكون مثل الكلمة الأخرى تماما، قواضي قواضي. فالاختلاف فقط في زيادة حرف في إحدى الكلمتين، وهنا في الاختلاف في العدد قد يقع الاختلاف بزيادة حرف واحد أو بزيادة حرفين، ليس كالاختلاف في النوع. هناك الاختلاف في النوع اشترطوا ألا يقع الاختلاف في النوع في أكثر من حرف، أما الاختلاف في العدد وهذا هو المسمى بالجناس الناقص، الاختلاف في العدد هو المسمى بالجناس الناقص عند الجمهور البلاغيين. لماذا؟ لأن إحدى الكلمتين أنقص من الأخرى في عدد أحرفها، والكلمة الأخرى أزيد منها بحرف أو بحرفين.
لكن مع ملاحظة أن بقية الحروف متماثلة، مع ملاحظة أن بقية الحروف متماثلة في الكلمتين، وهذا لا يمنع من التجانس، لأن التجانس باقي إذا نظرت إلى بقية حروف الكلمة، التشابه باقي، بخلاف يعني بخلاف ما يعني ما كان في الاختلاف في النوع، لأنه لو اختلفت الكلمتان في أكثر من حرف سيبتعد التشابه بينهما، يكون التشابه بينهما بعيدا، فلذا أخرجوه من الجناس إذا كان الاختلاف في أكثر من حرف في النوع. أما هنا زيادة وليس نقص، يعني في إحدى الكلمتين زاد فيها حرف أو حرفان، أما بقية الحروف فهي متماثلة، فهذا يحافظ على التجانس بين الكلمتين ولا يمنع من هذا التجانس أو التشابه. قال: والاختلاف في العدد إما بحرف واحد، وبعد قوله حتى لو حذف الزائد لكان الباقي بحاله تجنيسا تاما، يعني لو حذفت الحرف الزائد ونظرت إلى الباقي ولوجدته تجنيسا تاما، كما رأيت في عواصم عواصمي بعد حذف الميم، وقواضي قواضبي بعد حذف الباء، سيكون الباقي كأنه تجنيس تام، بل هو تجنيس تام لو حذفت الحرف الزائد. والاختلاف في العدد إما بحرف واحد، وذلك الحرف إما في الأول، نحو قوله تعالى: والتفت الساق بالساق. قال الشارح هنا: أي التوت ساق المحتضر بساقه فلا يقدر على تحريكها. المحتضر يعني، والأحسن أن يقال المحتضر، نحن نقول المحتضر على الأسلوب الشائع عند الناس، لكن الأصح المحتضر، لأنه تحضره ملائكة الموت، أو لأنه تحضر روحه، تحضر روحه بإخراجها من جسده فهو محتضر، تحضر روحه يعني تخرج من جسده وتصعد إلى بارئها. إذا التوت ساق، أي التوت ساق المحتضر بساقه فلا يقدر على تحريك، لأن الروح كما يقال تخرج من القدم وتصعد شيئا فشيئا حتى تصعد من الفم والأنف. في الحاشية يا سيدي؟ ها؟ في الحاشية؟ لا لا لا، ليس في الحاشية شيء منه. تقصد يعني ما هو الذي في الحاشية؟ تقصد أي شيء؟ الشرح هذا يعني؟ آه، بلا ربي، والتفت الساق بالساق، أي أن لا، هذا موجود في الشرح، والتفت الساق بالساق موجود في الشرح، نحو قوله تعالى: والتفت الساق بالساق، أي التوت ساق المحتضر بساقه، موجود عندك في وسط الصفحة، وجدته؟ أي التوت ساق المحتضر بساقه فلا يقدر على تحريكها عند خروج الروح منها، أو التوت شدة فراق الدنيا بشدة خوف الآخرة، أو التوت شدة فراق الدنيا بشدة خوف الآخرة. لأن كل منهما فيه سوق، هو يساق بخروج روحه من الدنيا، ويساق إلى الآخرة،
فكأن الأولى ساق والثانية ساق، فالتوت شدة فراق الدنيا بشدة خوف الآخرة. هذا منقول عن تفسير البيضاوي، قاضي البيضاوي رحمه الله، هو نقل هذا التفسير عن القاضي البيضاوي اللي هو مسمى بأنوار التنزيل. إلى ربك يومئذ المساق، مصدر بمعنى السوق، مصدر بمعنى السوق، يعني السوق ساق يسوق سوقا. وإما في طيب المساق والساق هنا بينهما الجناس المسمى هنا بالجناس الناقص. والمساق الحرف الزائد في الأول كما رأيت في أول الكلمة، لأن الألف واللام لا تعتبر. واحد يقول لي طيب أين كيف الأول وقبلها ألف ولام؟ الألف واللام في تقدير الانفصال، الألف واللام في تقدير الانفصال. أما الكلمة نفسها فهي ساق ومساق، فاختلف بزيادة حرف في الأول في أول الكلمة الثانية. وإما في الوسط، يعني قد يكون الحرف الزائد في الوسط نحو جدي جهدي، جدي من الجد، والجد يكون بمعنى الحظ ويكون بمعنى الغنى، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، كما جاء في الذكر الذي يكون بعد الصلاة، نقول بعد الصلاة اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد إما أن يكون بمعنى الحظ، ويستعمل أيضا بمعنى الغنى، يبقى ذا الجد بمعنى صاحب الحظ أو بمعنى صاحب الغنى. جدي جهدي، قال أي حظي تعبي. هذا التركيب يحتمل معنيين، يحتمل معنيين. المعنى الأول هو ما ذكره الشارح هنا، يعني حظي من السعي في الحياة، هو تعبي ونصبي، جدي جهدي، لأن الجهد بمعنى التعب. حظي من السعي وطلب الرزق مثلا، أو طلب أي شيء من أمور الدنيا، هو تعبي ونصبي، يعني هذا يكون من قبيل الشكوى، يكون من قبيل الشكوى، يعني هو لم ينل حظا من دنياه بعد سعيه إلا التعب والنصب. جدي جهدي، هذا هو المعنى الأول. أما المعنى الثاني وهو لم يذكره هنا فهو محتمل أيضا، وهو أن يكون جدي بمعنى حظي العظيم أو غناية بسبب تعبي في السعي وجهدي فيه، حظي الذي حصلت عليه، وهو مثلا حظ طيب من حظوظ الدنيا مثلا بسبب جهدي وسعي، أي ما نلت عليه، ما نلته وما حصلت عليه من الحظ السعيد بسبب سعيي واجتهادي في الأخذ بالأسباب وليس عن طريق وراثة بدون تعب وبدون جهد.
وإنما هو حظ مكتسب بعد العمل والتعب والنصب، وليس مكتسبا من مجرد وراثة بغير تعب. هذا معنى أيضا محتمل. على كل حال، جدي جهدي زيد في جهد الهاء. طيب، واحد يقول لي طيب جدي هذا الدال مشددة، والدال المشددة بدالين، قالوا حرف المشدد لا يعتبر فيه التكرار هنا، يعني لا يعتبر حرفا مكررا، هو يعتبر حرفا واحدا، يعتبر حرفا واحدا. لماذا يعتبر حرفا واحدا مع أنه في الصرف وفي الوزن التصريفي يعد حرفان، يعد حرفين؟ قالوا هنا، قال البلاغيون هنا، لأن انتقال اللسان منه إلى الحرف الذي بعده انتقال واحد. هذا سبب، سبب أول. والسبب الثاني أنه يكتب في يكتب بصورة حرف واحد وليس بصورة حرفين. يبقى فيه سبب راجع إلى النطق وسبب راجع إلى الخط. فلم يعتبروا التشديد هنا، الحرف المشدد هنا لم يعتبروه بحرفين، بل اعتبروه كما هي صورته في الكتابة حرفا واحدا. من حيث النطق يا سيدي، من حيث النطق، لأن نقلة اللسان منه، لأن نقلة اللسان منه إلى الحرف الذي بعده نقلة واحدة، فتقول جدي كما تقول جدي مثلا. فاللسان يعني ينتقل من مخرج الدال إلى الياء مباشرة، سواء كانت الدال مشددة أو غير مشددة، فهي نقلة واحدة. فهذا سبب راجع إلى النطق. والسبب الثاني راجع إلى الخط، وهو أن الحرف المشدد يكتب في الخط حرفا واحدا، ولذا لم يعتبروا التشديد بحرفين هنا. لم يعتبروا التشديد بإيه؟ بحرفين. طيب، جدي جهدي. إذن الكلمة الثانية فيها حرف زائد، فيها حرف زائد وهو الهاء. والحرف الزائد وقع أين؟ في الوسط ولا في الأول ولا في الآخر؟ وقع في وسط الكلمة. قال: يعد المدغم والمدغم فيه حرفا واحدا في باب الجناس كما يجيء. يعد، هذا هو ما ذكرته لك الآن، يعني المدغم يعني المشدد، حرف المشدد. يعد المدغم والمدغم فيه يعني في جدي، اللي هي الدال المشددة في جدي، لأن الدال أدغمت في الدال، حرفا واحدا في باب الجناس، ولا يعد حرفين كما في تصريف في علم الصرف. وقد ذكر الإمام السعد التفتازاني السبب في الهامش عندك، هامش رقم 6. قال السعد: لما كان الحرف المشدد يرتفع اللسان عنه دفعة واحدة كحرف واحد عد حرفا واحدا، وهو ما ذكرته لك من أن نقلة اللسان منه نقلة واحدة. وإلا فالمثال، نرجع إلى كلام الشارح، وإلا فالمثال من الاختلاف في النوع كشهيد وشديد. يعني لو اعتبر التشديد، لو اعتبر الحرف المشدد هنا بحرفين لكان من قبيل الاختلاف في النوع وليس الاختلاف في العدد، لأنك لو اعتبرت الحرف المشدد بحرفين تكون جدي مكونة من 4 أحرف، وجهدي كذلك 4 أحرف، فلا تزيد إحدى الكلمتين على الأخرى، بل تكون مثل الاختلاف بين شهيد وشديد في الآيتين السابقتين، إنه على ذلك وإنه على ذلك لشهيد، إنه الحب الخير شديد. وهناك اختلاف في النوع،
المسمى هناك بالجناس اللاحق. أما هنا فالأمر مختلف، لأنهم لا يعتبرون الحرف المشدد بحرفين، ولذا يعتبرون جهدي زائدة عن جدي بالهاء، فهو من قبيل هنا من قبيل الجناس الناقص. قال وإما في الآخر، يعني وإما أن يكون الحرف الزائد في العدد في الآخر في آخر الكلمة، نحو قول أبي تمام في البحر الطويل: يمدون من أيد عواص عواصم، تصول بأسياف قواض قواضب. واضح أن العواصم تزيد بالميم عن عواصم، وقواضب تزيد بالباء عن قواضب، والزيادة جاءت في آخر الكلمة. وأما بقية الحروف فهي متماثلة في الكلمة في كل من الطرفين، بقية الحروف متماثلة في طرفي التجنيس، متماثلة في النوع، ومتماثلة في الهيئة، ومتماثلة في الترتيب، الاختلاف فقط في العدد. كلمة من، يعني في قول أبي تمام يمدون من أيدي، كلمة من إما زائدة في الإثبات، يعني إما أن تعتبر حرفا زائدا من زائدة في الإثبات، وهذا خلاف قول الجمهور. قول الجمهور هو أن من تزاد في النفي وليس في الإثبات، الجمهور على أن من إنما تزاد في الإيه؟ في النفي. وما من إله إلا الله، هو جاءت في النفي. كلمة من إما زائدة في الإثبات على قول الأخفش والفارسي، الأخفش والفارسي أجاز زيادة من في الكلام المثبت، في الكلام المثبت، فيجوز على قولهما أن تكون من زائدة في قول أبي تمام يمدون من أيدي، ويكون قد أراد يمدون أيديا، وعلى هذا تكون أيد هنا مفعول به، تكون أيد مفعول به، لأن المعنى يمدون أيديا ومن زائدة على قول الأخفش والفارسي. واضح هذا؟ أو للتبعيض، أو تكون من للتبعيض، يعني للدلالة على أن يمدون بعضا من الأيدي، أو السواعد، يمدون السواعد لأنهم يمدونها بالسيوف عند القتال، ها، والذي يمد هو اليد مع الساعد، مع الساعد هو هذا، يعني ما بين اليد إلى المرفق، هذا يسمى ساعد، يسمى إيه؟ ساعد، والجمع سواعد، أي أنهم يمدون سواعدا من الأيدي، لأن الأيدي تطلق على كل هذا، ها؟ تطلق على كل هذا أيدي، بدليل ما جاء في آية الوضوء، ها؟ أيديكم إلى المرافق، يبقى ده كله ده أيدي، ليس هذا فقط، ليس الكف فقط، الكف جزء من اليد، لكن اليد كلها تسمى يد، فيمدون من الأيدي بعضها وهي السواعد، فيكون هنا من للتبعيد، تكون هنا من للإيه؟ للتبعيد. تفضل. كوع عين صار. هذا نعم كوع ورسخ أيضا. رسخ. يسمى كوع ويسمى إيه؟ رسخ بالغين. طيب فيه اسم آخر لهذا خاصة ولهذا خاصة، من يذكره؟
هو يعني ضاع من ذهني الآن. لكن هناك اسم لهذا خاصة ولهذا خاصة. وأما المرفق فهو العظمة البارزة هنا يسمى المرفق أو ها كرسوع. أيوة أحسن فتح الله عليه كرسوع أحسن. طيب كلمة من إما زائدة في الإثبات على قول الأخفش والفارسي أو للتبعيض أو للبيان لمحذوف للبيان من بيانية يعني لمحذوف يعني يكون المبين محذوف يمدون من أي يمدون سواعدا أو مهلكات على الأعداء من أيد عواصم فيكون هذا هو المبين يعني يكون التقدير في من البيانية يمدون مهلكات من الأيد مهلكات لأنهم يمسكون بالسيوف الحادة قواضب كما قال قواضب يعني قواطع شديدة فتكون يكون التقدير لو كانت من بيانية مهلكات يمدون مهلكات على الأعداء من أيد عواصم. طيب وعواصم ما معنى عواصم وهي صفة للأيدي جمع عاصية بمعنى ضاربة بالعصا عاصية بمعنى ضاربة بالعصا والعصا هنا ليست العصا المعروفة ولكن هي السيف لأنها تضرب بالسيوف فتسميتها عاصية مجاز هنا تسميتها في البيت عاصية أو عواصي مجاز لأنها لم تضرب بالعصا الحقيقية وإنما ضربت بالسيف أو يكون كما قال السعد رحمه الله من عصاه أي ضربه بالسيف فيجوز أن تكون حقيقة أيضا أو عاصية للأعداء جمع عاصية للأعداء لأنها لا توافق مراد الأعداء لا توافق مراد الأعداء بل تعصي مرادهم لأنها يعني تحاربهم وتعاديهم وتقاتلهم فتكون عاصية لمرادهم عواصم من أيد عواصم عواصم ما معنى عواصم عواصم جمع عاصمة أي عواصم أي عواصم للأولياء عواصم للأولياء يعني للأصحاب ولل وللأتباع يعني للأتباع وللأصحاب تعصمهم من ماذا يعني تحفظهم من ماذا من إصابة المكروهات هذه الأيدي تحفظ الأولياء من أن يصيبهم مكروه ولذلك سميت عواصم قواض جمع قاضية بمعنى حاكمة قواض جمع قاضية بمعنى حاكمة تحكم بماذا؟ قال أي قواض على الأعداء بالقتل يعني تحكم عليهم بالقتل والجرح مجازا هي لا تقضي اليد نفسها لا تقضي ولكن هذا مجاز يعني في يدل على تحقق وقوع القتل والجرح في الأعداء وكأنه قضي عليهم بذلك يعني من الأيدي لكن الأيدي هي سبب فقط هي سبب فيكون قوله قواض هنا يكون من قبيل المجاز العقلي مجاز الإسنادي لأنه أسند إلى الأيدي أنها تقضي بذلك لأنها سبب في هذا القضاء أنها سبب في وقوع هذا القضاء وليست هي التي تقضي بنفسها يعني. من إسناد الفعل إلى سببه إسناد المجازي فيكون على سبيل المجاز العقلي أو المجاز الإسنادي أو المجاز الحكمي كلها تسميات لنفس الفن الذي هو المجاز العقلي
قواضب جمع قاضبة بمعنى قاطعة، أي قواضب لأعناق الأعداء، أي قواضب لأعناق الأعداء أو أبدانهم، من قضب بمعنى قطعة، يعني سيوف حادة صارمة إذا يعني سقطت على الأعناق سرعان ما تنفصل عن أجسادها، وسرعان ما تنقطع وتتقطع أبدان الأعداء بها، فهي قواضب. ولو اعتبر التنوين في عواص وقواض، طبعا التنوين هنا لا يراعى أيضا، التنوين في الجناس لا يلتفت إليه، التنوين في الجناس لا يلتفت إليه. لماذا؟ لأنه أيضا في حكم الانفصال، التنوين في حكم الانفصال. واحد ممكن يقول لي طيب عواص نطقت بالنون هنا، وعواصم فيها ميم، هذا النون تنوين الذي في عواصم، لكنه لا يلتفت إليه، لا يراعى. لماذا لا يراعى؟ قالوا هو في حكم الانفصال. ولماذا هو في حكم الانفصال؟ لأنه عند الإضافة يحذف، وعند الوقف يحذف التنوين. لو وقفت على عواص تحذف التنوين، ولو أضفته لو أضفت الكلمة التي فيها تنوين إلى ما بعدها تحذف التنوين، فهو يكون يعني لا يعتبر من الكلمة، لا يعتبر من الكلمة، حتى ولو نطق به فقلت عواص عواص لا يعتبر من الكلمة، لأنه يزول بالوقف أو بالإضافة أو نحوهما، لأن هذا التنوين يزول بالوقف أو بالإضافة أو نحوهما، فهو في حكم الانفصال. الشارح هنا بيفترض مجرد افتراض، لو اعتبرت التنوين ماذا يكون؟ كيف يكون؟ لكن هذا الافتراض غير معتبر في عند البلاغيين. ولو اعتبر التنوين في عواص وقواض لكان المتجانسان في كلا المصراعين متساويين في عدد الحروف، لأن التنوين نون ساكنة تلحق آخر الاسم كما عرفته لفظا لا خطا، التنوين هو عبارة عن نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا لا خطا. طيب لو اعتبرت هذه النون الساكنة في عواص، لو اعتبرتها موجودة ستكون عواص خمسة أحرف، وعواص أيضا خمسة أحرف التي تقابلها، فيكون تكون الكلمتان متساويين في عدد الحروف، فكيف يكون اختلاف بينهما في العدد؟ لكن هذا التنوين غير معتبر. قال لكنه غير معتبر في باب التجنيس كالمدغم، يعني كالحرف المشدد كما سبق في جدي جهدي. وإعادة لفظ نحو في الموضعين كما مر غير مرة، يعني حكمه حكم ما مر ما سبق، وقد ذكر فيما سبق أن إعادة لفظ نحو للإشارة إلى اختلاف النوع، يعني عندما يكرر لفظ نحو مع المثال أو مع الشاهد ليدلك بذلك على أنه نوع يعني مغاير للنوع الذي قبله أو الذي مثل بمثال آخر للنوع الذي قبله. فإعادة لفظ نحو هنا للإشارة إلى أن الحرف المختلف قد يكون في إيه هنا في أول الكلمة أو في الحرف الزائد، يعني قد يكون في أول الكلمة أو في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة، ولذلك أعاد لفظ نحو في المتن، فقال هناك نحو والتفت الساق بالساق يا ربك يومئذ المساء، ثم قال ونحو جدي جهدي، ونحو
يمدون من أيدي العواصم عواصم. فإعادته للفظ نحو ليبين لك أو ليشير لك إلى أن الحرف الزائد ممكن يقع في أول الكلمة أو في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة، فينبهك إلى هذا بإعادة لفظ نحو. ثم قال وذا إشارة إلى ما زيادته في الآخر وهو أقرب الأمثلة. ولذلك أشار باسم الإشارة القريب ذا، حتى بغير حرف التنبيه لم يقل وهذا، وذا يعني لهذا القريب الأخير الذي زيادته في آخر الكلمة يسمى ماذا؟ يسمى مطرفا. يعني اصطلحوا على تسمية ما وقع يعني فيه اختلاف في العدد في الحرف الأخير خاصة بأنه مطرف، وبشرط أن يكون الزيادة بحرف واحد حتى يسمى مطرفا. أما لو كان بحرفين كما سيأتي فيسمى مذيلا، يسمى مزيلاً. طب هذا سيأتي، خلينا في المطرف أولا. قال وذا إشارة إلى ما زيادته في الآخر وهو أقرب الأمثلة مطرف، يسمى مطرف. وذا مطرف يعني ذا، أي ما جاء في قول أبي تمام عواص عواصم وقواض قواضب يسمى مطرفا، جناسا مطرفا، لأن الجناس وقع في الطرف. سمي مطرفا لماذا؟ لأن الجناس وقع في الطرف أي في آخر الكلمة. ثم قال أو بأكثر، أي أو بأكثر من إيه؟ يعني تكون الزيادة بأكثر من حرف واحد. وهو لا يكون إلا في الآخر، يعني إذا وقعت الزيادة بأكثر من حرف بحرفين يعني لا ولا يزيد عن حرفين، لا يكون هذا إلا في الآخر، نحو في آخر الكلمة يعني. نحو قول القنساء في البحر الكامل المجزوء، والكامل المجزوء عبارة عن متفاعل مرتين في كل شطر، لأن الكامل التام يكون بتكرير وزن متفاعل ثلاث مرات في كل شطر، أما المجزوء يكون بحذف تفعيلة من كل شطر فيكون متفاعل مرتين في الشطر الأول ومرتين في الشطر الثاني. إن البكاء هو الشفاء من الجوى بين الجوانح، إن البكاء هو الشفاء من الجوى بين الجوانح. ثم فسر البيت قال الجوى حلقة القلب، يعني البكاء يشفي من حرقة القلب، وليس الحرقة هنا حرقة حسية ولكنها حرقة معنوية، يعني تباريح الحزن، تباريح الحزن والشجن الذي في القلب. البكاء يكون سببا من أسباب الشفاء من الجوى بين الجوانح. قال الجوى حرقة القلب والجوانح مر بيانها في الاستخدام. الجوانح جمع جانحة عندك في الهامش، وهي الضلع التي تحت عظام الصدر. الجوانح قال الجوهري الجوانح الأضلاع التي تحت الترائب، وهي مما يلي الصدر كالضلوع مما يلي الظهر. عظام الصدر، العظام التي تكون على الصدر تسمى جوانح، ويكنى بها عن القلب، يكنى بها عن القلب لأن الذي بين الجوانح هو القلب، فقولها بين الجوانح كناية عن القلب، قولها بين الجوانح كناية عن
الذي يقع بين الجوارح هو القلب. طب ولماذا سميت جوارح؟ اصلا جوارح ماخوذ من جنحة، جوارح جمع جانحة، وجانحة اسم فاعل من ايه؟ من جنحة يعني مالة، جنحة اي ايه؟ جنحة اي مالة. قال الله تعالى: وان جنحوا للسلم فاجنح لها. المعنى اللفظي: مالوا الى الصلح فمل اليه. المعنى في اللفظ في اللغة: جنحوا للسلم، جنحوا من جنحة في اللغة وهو مالة. طيب جنحة أي مالة، يبقى جانحة أي مائلة. لماذا سميت عظام الصدر جوانح؟ لأنها تميل إلى الأسفل، لأنها تميل، ليست هكذا مستقيمة بل هي مائلة، وهذا لحكمة في خلق هذا الإنسان، يعني اقتضتها حكمة الله عز وجل من تمام الخلقة وحسن الصنعة والمحافظة على بنيان هذا الإنسان وصحته، فاقتضت حكمته عز وجل أن تكون هذه العظام جوانح هكذا، أي مائلة للأسفل. طيب من الجوى بين الجوانح، انظر إلى جوى وجوانح، ستجد أن جوانح زاد فيها حرفان، النون والإيه والحاء، وبقية الحروف متماثلة بين الجوى والجوى، الجوى الجوى، فقط الجوى الأخيرة زيد عليها النون والإيه والحاء. قال: وذا الجناس الذي زيادته أكثر من حرف مذيل، يعني أنه استلح على تسميته بالمذيل. لماذا؟ قال: لطول ذيله، لطول ذيله بالحرفين، لكن الأول مطرف لأن في طرفه حرف واحد زائد، أما هنا مذيل لطول ذيله بوقوع حرفين زيادة على الكلمة، على ما في الكلمة الأولى لطول ذيله. وقد خص هذا النوع الذي اختلف متجانساه في العدد من بين سائر أنواع الجناس غير التام باسم ناقص. ومن العجيب أن الشارح هنا يعني قد بين أن هذا المختلف في العدد يسمى الناقص، وأطلق هناك على الجناس غير التام أنه ناقص، أطلق عليه الناقص أيضا، مع أنه هنا ذكر أنهم اصطلحوا على تسمية هذا المختلف في العدد خاصة بتسميته بالناقص، ومع ذلك فهو الشارح نفسه يطلق على الغير التام أنه ناقص. طيب: وقد خص هذا النوع الذي اختلف متجانساه في العدد من بين سائر أنواع الجناس الغير التام باسم الناقص لنقصان حرف أحد متجانسيه بالنسبة إلى الآخر، يعني أن إحدى الكلمتين تنقص في حروفها عن الكلمة الأخرى إما بحرف وإما بحرفين، لو كان بحرف فهو مطرف، وخاصة إذا كان الحرف الأخير، زيادة في الحرف الأخير يسمى المطرف. طيب ولو كان بحرفين، بزيادة حرفين في آخر إحدى الكلمتين فهو المذيل، هو ليه المذيل. قال: خص باسم الناقص لنقصان حرف أحد متجانسيه بالنسبة إلى الآخر. والأحسن أن يقال لنقصان أحرف ليس حرف، لنقصان أحرف أحد المتجانسين، يعني أحرف إحدى الكلمتين، هذا أولى حتى يكون الكلام واضحا، لأن كل كلمة لها أحرف وليس حرفا واحدا.
لنقصان أحرف أحد متجانسيه بالنسبة إلى الآخر. وإن كان سائر أنواع الغير التام ناقصا هذا هو سبب يعني تسمية الشارح بالناقص، لكن هذه التسمية ليست عند الجمهور، يعني هو اعتبر كل الغير التام ناقص. لماذا؟ قال وإن كان سائر أنواع الغير التام ناقصا كما خص ذوات القوائم من الحيوانات باسم الدابة مع أن غيرها دابة أيضا، مع أن غيرها دابة أيضا، يعني هذا في الحقيقة العرفية، الحقيقة العرفية في عرف الناس أنهم يطلقون الدابة على ذوات الأربع، يعني الإبل مثلا والغنم وبهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام يطلقون عليها على كل نوع منها دابة. لكن دابة في الأصل اللغوي اسم فاعل من دب يدب، وكل ما دب على الأرض فهو داب وهي دابة، ها؟ فصح أن يطلق على ما كان من ذوات الأربع أو ما زاد أو ما نقص وهو الإنسان، حتى الإنسان نفسه ممكن يكون دابة لأنه يدب على الأرض. فلكن يعني في الحقيقة العرفية عند الناس أن الدابة تطلق على ذوات الأربع، فهو هنا كذلك يعني قاس على هذا الإطلاق، فقال الناقص كل غير تام من الجناس هو في الأصل ناقص. لماذا؟ لأنه نقص شرط من الشروط الأربعة، نقص فيه شرط من الشروط الأربعة وهو اتفاق الكلمتين في عدد نوع الحروف وعددها وهيئتها وترتيبها، فسماه ناقصا لأجل ذلك لأنه انتقص منه شرط. لكن طبعا كما قلت لكم هذا مخالف لمصطلح المشهور عند البلاغين، المصطلح المشهور عند البلاغين أن الناقص يختص إطلاقه بما كان فيه إحدى الكلمتين أنقص في عدد حروفها من الأخرى، يعني فيما كان مختلفا في العدد فقط، فيما كان مختلفا اختلف طرفاه في عدد الحروف، هذا هو الذي يسمى الناقص عند الجمهور، هذا هو المصطلح المشهور. أما بقية الأنواع غير التامة ممكن نسميها غير تام، جناس غير تام فقط، لا نقول ناقص إلا إذا كان اختلاف في العدد الأحرف بين الكلمتين، فيما عدا ذلك فهو جناس غير تام. طيب ثم قال وإما في الهيئة، وإما في الايه؟ في الهيئة، والهيئة عبارة عن صورة الحركات والسكنات التي تكون عليها الكلمة، صورة الحركات والسكنات التي تكون عليها الكلمة هي التي تسمى الايه؟ الهيئة. قال وإما في الهيئة فقط لا في النوع والعدد والترتيب، يعني بشرط أن يكون ما وقع فيه الاختلاف في الهيئة متفقا في نوع الحروف وفي عددها وفي ترتيبها فمحرف. طيب نقرأ المد. قال وإما في الهيئة فمحرف نحو الجاهل مفرط أو مفرط، فالمشدد كالمخفف في باب التجنيس، ونحو البدعة شرك الشرك، ونحو البدعة شرك الشرك. طيب الشرح، نقرأ الشرح. قال وإما في الهيئة فقط
يعني أن يكون الاختلاف بين الكلمتين في الهيئة فقط، يعني في صورة حركاتها وسكناتها، لا في النوع والعدد والترتيب، فمحرف، يعني يسمى هذا الجناس المحرف. لماذا؟ لانحراف هيئة أحدهما عن هيئة الآخر. لانحراف هيئة أحدهما، يعني أحد اللفظين، عن هيئة الآخر. والاختلاف فيها إما باختلاف الحركة والسكون فقط، أو به وباختلاف الحركتين. يعني ممكن الاختلاف يكون بأن يكون حرف في الكلمة الأولى متحركا ومقابله في الحركة الثانية ساكنا، فيسمى أيضا محرفا. أو يكون الاختلاف باختلاف حركتين، باختلاف حركتين، أو يعني حركة مختلفة في الكلمة الأولى عن مقابلها في الكلمة الثانية، مثلا الأولى فتحة والثانية كسرة، أو الأولى ضمة والثانية فتحة، وهكذا. أو يجتمع الحركة والسكون في الكلمة الواحدة وما يقابلها في الكلمة الأخرى، مثل شرك الشرك، شرك الشرك، أو شرك فتحتان، وشرك كسر وسكون في الكلمة الثانية. يبقى وقع الاختلاف بين الكلمتين في الحركة والسكون معا، ولذلك قال أو به وباختلاف الحركتين، يعني بالسكون، اختلاف بحركة وسكون، واختلاف بحركتين أخريين، هذا بين طرفي الجناس، يعني بين كلمتين. فالأول يعني الذي وقع فيه الاختلاف بالحركة والسكون فقط، يعني في الكلمة الأولى سكون وفي الكلمة الثانية حركة، أو بالعكس. نحو، فالأول نحو الجاهل مفرط أو مفرط، كلاهما من الأضداد، المفرط والمفرط. الإفراط زيادة عن حد الاعتدال، والتفريط تقصير عن الحد المعتدل. الإفراط زيادة عن حد الاعتدال، مجاوزة لحد الاعتدال، مجاوزة لحد الاعتدال. والتفريط تقصير عنه، والتفريط تقصير عن حد الاعتدال. الجاهل مفرط أو مفرط، إما أن يتجاوز حد الاعتدال أو يقصر فلا يصل إلى الحد المعتدل. قال كلاهما من الأضداد. فالإفراط في التقديم والتأخير المتجاوزين عن الحد، والتفريط في المدح والهجو المتجاوزين عن الحد. لكن تفسيره هنا للإفراط والتفريط يعني يدل على أن كل منهما يستعمل في المعنى وضده، لأنه قال كلاهما من الأضداد، ثم قال الإفراط في التقديم والتأخير المتجاوزين عن الحد. فإذن هذا يدل على أن الإفراط يستعمل في المعنى وضده، والتفريط في المدح والهجو المتجاوزين عن الحد، فأيضا يكون مستعملا في المعنى وضده. لكن عندك في الهامش رد على هذا، رد على ما ذكره الشارح، هامش رقم 8،
في أسفل الصفحة آخر هامش تحت. قال قد يرد عليه أنه فسر الضدين بمعنى واحد، لأن التجاوز عن الحد إن صح في مدلول الإفراد فهو غير مسلم في مدلول التفريط. والأحسن قول الجوهري في الصحاح أفرط في الأمر أي جاوز فيه الحد، وفرط في الأمر يفرط أي قصر فيه وضيعه حتى فات. فالمفرط المجاوز للحد، والمفرط المقصر فيه. طيب، قال فالمشدد من الحروف كالمخفف في أن يعد حرفا واحدا كما سبق أن يعني بينا ذلك في أن المشدد التشديد لا يراعى، مدغم هذا لا يراعى في الجناس، لا يلتفت إليه للسببين السابقين، السبب في النطق وسبب في خط. قلنا السبب في النطق أن اللسان ينتقل دفعة واحدة من الحرف المشدد إلى ما بعده كما ينتقل من الحرف المخفف إلى ما بعده، والسبب في الخط أن الحرف المشدد يكتب حرفا واحدا فلا يراعى هذا في التجنيس. فإذا مفرط الحرف المشدد لا يراعى، لكن نقول هو مكسور، نقول هو مكسور. طيب إذا ما الفرق بين مفرط ومفرط في الحركات والسكنات؟ الفرق في الفاء فقط، الفرق الذي يراعى هنا في التجنيس هو في الفاء، لأن الفاء في مفرط ساكن والفاء في مفرط متحركة، متحركة بماذا؟ بالفتح. وأما الراء ففي كلتا الكلمتين مكسورة ولا يلتفت إلى الشدة التي في الكلمة الثانية. فإذا الخلاف بين مفرط ومفرط الاختلاف بينهما في حرف الفاء فقط، الأول في الفاء في الأول ساكنة والفاء في اللفظ الثاني متحرك. فاتفق المفرط والمفرط. قال فالمشدد من الحروف كالمخفف في أن يعد حرفا واحدا في باب التجنيس. فاتفق المفرط والمفرط نوعا وعددا وترتيبا لا هيئة، يعني اتفق في نوع الحروف وفي عددها وفي ترتيبها، واختلف فقط في الهيئة، واختلافهما في الهيئة في حرف واحد وهو الفاء الساكنة. قال إذ الفاء في الأول ساكن وفي الثاني مفتوح. قال والثاني يعني الذي فيه اختلاف في الحركات والسكنات معا، يعني من موضعين ليس من موضع واحد، من موضعين في كل من الكلمتين، من موضعين في كل من الكلمتين. فالكلمة الأولى فيها موضعان والكلمة الثانية فيها موضعان مقابلان للموضعين من الكلمة الأولى. قال نحو قولهم البدعة شرك الشرك، شرك الشرك. البدعة وهي ما حدث في الدين بعد كماله، يعني الأمر المستحدث في الدين، يعني الذي ليس بقائم على أصل من أصول الدين، ليس بقائم على أصل من أصول الدين، لأنه قد يكون ماذا مبتدعا ولكن قائما على أصل من أصول الدين، قد يكون مبتدعا يعني ولكن قائما على أصل من أصول الدين
كمن ك ف فيكون من باب من سن في الإسلام سنة حسنة، فله أجرها وأجر من عمل بها. لماذا؟ لأنه قائم على أصل المسلمين حتى وإن لم يكن فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، فما حدث في الدين بعد كماله إن لم يكن على أصل من أصول الدين فهو شرك الشرك. شرك الإيه؟ الشرك. الشرك بفتحتين، فسره هنا قال معظم الطريق وحبالة الصائد، لكن المقصود هنا حبالة الصائد، المقصود هنا حبالة الإيه؟ الصائد، يعني الصياد يجعل له حبالة، حبال دي يصيد بها سمك أو يصيد بها الحيوان، شبك هكذا، هذه الحبال المشبكة هي التي تسمى بالشرك، تسمى بالإيه؟ الشرك. والشرك بكسر الشين وسكون الراء الكفر، يعني أن تشرك مع الله إلها آخر، وهذا كفر، كفر بالله والعياذ بالله. فشرك الشرك لأنها قد تؤدي إلى الشرك، لأنها تؤدي إذا خرجت عن أصل من أصول الدين تؤدي إلى الكفر والعياذ بالله، أو تقرب منه، أو تقرب منه، إن لم تؤدي إليه حقيقة فإنها تقرب إيه؟ منه، لأن الحبال تقرب من الإيه؟ حبال الصياد تقترب من الحيوان الذي يريد أن يصطاده، فكذلك البدعة تقرب من الشرك أو من الكفر والعياذ بالله. طيب، أين محل الشاهد؟ شرك الشرك، شرك الشرك، ما الفرق بين في الحركات بينهما في الحركات والسكنات؟ تلاحظ أنه هنا وقع في موضعين من الكلمة الأولى وموضعين من الكلمة الثانية. شرك الشرك، الشين متحركة بالفتحة في الكلمة الأولى وبالكسرة في الكلمة الثانية، فهذا اختلاف بالحركات. والثاني اختلاف بين حركة وسكون، وهو الراء، الراء في الكلمة الأولى مفتوحة وفي الكلمة الثانية الراء ساكنة، فإذا اجتمع هنا الاختلاف بالحركة والسكون والاختلاف بالحركتين، اجتمع هنا الاختلاف من نوعين بالحركة والسكون والاختلاف بالحركتين. وعلى كل حال ها فهو يسمى المحرف، على كل حال فهذا التجنيس سواء كان الاختلاف فيه بالحركتين يعني أو بحركتين وحركة وسكون ها، فهو يسمى المحرف لتحريف هيئته، لتحريف هيئته يعني صورة حركاته وسكناته، ويسمى المحرف. ثم انتقل إلى ما كان الاختلاف فيه في الترتيب، وهو الشرط الرابع من شروط التجنيس. التجنيس اتفاق اللفظين في نوع الحروف وفي عددها وفي هيئتها وفي ترتيبها. تحدث عن الثلاثة الأولى، وسيبدأ في الحديث عن الشرط الرابع وهو الاختلاف في الترتيب، ولكن هذا إن شاء الله نؤجله إلى الأسبوع القادم، لأن الوقت يعني قد طال بنا ولا نريد أن نطيل عليكم أكثر من هذا، فنقف هنا. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، والمساء، في الكسر. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.